من أكثر الأشياء اللي انطلبت منا أن احنا نبو نعرفوا عليها معلومات، فقبل ما نعرفوا الأسباب شن هو أصلاً تكيس المبايض؟ بالنسبة لتكيس المبايض مرض جداً شائع. السبب بتكيس المبايض هو اختلال هرموني. في الحالة الطبيعية المبيض، وظيفة المبيض الأساسية هو إنتاج البويضات بشكل دوري بشكل شهري متى ما نضجت السيدة. في حالة تكيس المبايض يبدأ اختلال هرموني بإفراز هرمون الاندروجين، هرمون الذكورة، بشكل كبير في هذه السيدات. نعم. وتبدأ تظهر مع من زادت إنتاج هرمون الذكورة، تبدأ تظهر المشاكل وتبدأ تظهر الأعراض على هذا الأساس. نعم. دكتورة، في سؤال نسألك، شن الأعراض اللي يطلع عن النساء لو كان عندهن تكيس مبايض؟ بالنسبة للأعراض، الأعراض الأساسي اللي يخلي المريضة تستشير الطبيبة هو عدم انتظام الدورة. تبدأ مشاكل الدورة وعدم انتظامها تظهر بالشكل التالي. الحالة الطبيعية حتى تعرف المريضة أنه كيف أنه تفرق بين النمط الطبيعي وغير الطبيعي. دكتور أستاذ، عدم انتظام الدورة طبعا حتكون في فترة العمر اللي هي مش في المينيبوز أو في الفترة اللي هي انقطاع الحيض، نحكي على الفترة اللي هي شابة. طبعا بهاي الفترة، فترة الخصوبة اللي السيدة تكون بيه أنه تنتج تحيض بشكل دوري. بالنسبة لتكيس، حالة تكيس المبايض، الحالة الطبيعية للدورة أنه تكون رينج بين 21 إلى 35 يوم. متى ما زادت المدة، متى ما زادت عن 35 يوم بدأت تتأخر الدورة، ما تجي بشكل طبيعي، تبدي أنه ممكن خلال السنة الواحدة تحيض السيدة 9 مرات فقط بالسنة أو أقل، ممكن بالسنة الواحدة مرة واحدة تحيض، فتخلي هذا الأمر مقلق بالنسبة للسيدة. أنه هذا أول عرض يعتبر لتكيس؟ لا، هذا غالبية الأعراض اللي تخلي المريضة تجي. أكثر عرض يعني؟ أكثر عرض يخليها تستشير الطبيب، الأمر يقلقها. هو تأخر الدورة الشهرية. تأخر الدورة الشهرية وعدم انتظامها، قسم قليل ممكن أنه تجي بشكل نزيف. لكن دكتورة، كأن في مجموعة من النساء عندهم هذا الشيء طبيعي، هل هذه معلومة صحيحة؟ إن هم عندهم تأخر طبيعي في الدورة الشهرية؟ لا، هو أكثر من 35 يوم مو طبيعي، معناته في مشكلة. أكثر من 35 بالفتيات اللي أول ما تحيض، أول ما تبلغ، ممكن لحد سنتين تكون غير منتظمة الدورة. نعم. ممكن تطول لحد 40 يوم. بس بعد هاي الفترة لا، بعد هذا العمر لا. خلني أسألك السؤال دكتورة، معلش. نعم. يعني لازم يطلع في أعراض، ما تجيش مثلا المرأة عندها تكيس وهي ما طلعش على أي أعراض، يعني تشوف يعني الصدفة هي أو في أعراض، بس أنه قسم منهم ما يعرفون أنه هاي المشكلة. المشكلة أنه مرض تكيس المبايض هو مرض جدا شائع. حوالي إذا نجي مجتمعاتنا العربية، من أصل كل 5 سيدات في امرأة عندها مرض تكيس. شائع جدا. المرض شائع. لكن النساء اللي يعرفون أنهم عندهم تكيس المبايض هم فقط 30%، 70% هم ما يعرفون بالمشكلة، ما مشخصين أنهم مريضات تكيس مبايض. الأعراض التالية اللي ممكن تظهر عليها أنه زيادة هرمون الذكورة، اللي تظهر بالأعراض التالية: زيادة شعرانية بالجسم، بالأخص مناطق غير مرغوبة، أو زيادة شعر يعني، شعر بالجسم، منطقة الذقن، حوالين الصدر، حوالين السرة. قسم منهم تظهر بشكل صلع في مناطق معينة، أنه تظهر عند الرجال بهاي المناطق. ممكن أنه تظهر أعراض صلع عند النساء، فراغات يعني. بالضبط، بس هذا قسم قليل. الغالبية هي عندها مشاكل فرط في النمو، يعني إفراز وجود شعر زيادة بهاي المناطق، شعر خشن. الشعر يعني. تمام. الأعراض التالية ممكن أنه غالبية مريضات التكيس هم مريضات عندهم زيادة بالوزن. نعم. المشكلة التالية أنه عندهم قسم منهم هم ما يعرفون أنه هاي المشكلة مشكلة التكيس مبايض. يعني موضوع الأكل، نظام طريقة الأكل، فرط بالأكل، ممكن أعراض اكتئاب تظهر عند المريضة، ممكن أنه بسبب أنه ارتفاع الإنسولين تظهر أعراض تالية: اسمرار أو خشونة بالجلد حوالين الرقبة. نعم. تحت الأبط، تحت الثدي. هاي المريضة ما تفكر أنه هذا الأمر متعلق بتكيس المبايض. نعم. فالأعراض مختلفة، يحتاج أنه المريضة من حتسمع هذا الموضوع حتعرف هاي النقاط، حيلفت انتباهها، حتستوجب أنه تستشير. نعم. الاستشارة الطبية. أن أغلب الأعراض هن أعراض متعلقة باختلال هرموني، يعني مش تكتل أو كيس حوالين المبايض، إنه هو كله الهرمون وفعله على أعضاء الجسم، التأثير على الجسم بالكامل. هو أنه المشكلة الأساسية هو مشكلة الأندروجين، هرمون الذكورة. هذا هرمون، أي اختلال هرموني، عمل الهرمون بالجسم، جسم الإنسان، هو عمل متناغم، واحد يتعلق بالثاني. الاندروجين مع ما يزيد ممكن انه يخلي الانسولين وتحسسه بالجسم يقل، مع ما قل حيزيد الشحوم بالجسم، مع ما زادت الشحوم
الشحوم عفوا حينفرز الاندروجين بشكل وحتبقى حلقه مفرغه. نعم. حلقه مستمره بين اختلال الهرمون، فلازم انه هذا الامر يبدي يتعالج حتى انه تخرج المريضه من هاي الدوامه من المشاكل. هل يمكن ان المريضه تكون مصابه بتكيس المبايض بدون اي اعراض؟ يعني ممكن انه شوفي هو مرض تكيس المبايض مرض ممكن انه فترات ما تظهر اعراض. فترات طويله من ممكن انه ما تشخص انه من هي من عمر المراهقه او بدايه البلوغ، لا ممكن فتره طويله مع مثلا مزاد. هو التكيس المبايض مرض جيني. نعم. يعني ما ممكن انه غالبيه اسبابه تقول انه ترشيح جيني والنمط الحياه اللي اثر، فمع زياده الوزن مع نمط الحياه الكسول تبدي انه الاعراض تظهر. مثلا هي إيه كان وزنها مثالي، وزنها صحي، وزنها فجأة زادت، زاد وزنها، تعرضت غيرت نمط حياتها، نمط اكلها، صارت حياتها نعم. حياه سيدنتري، بدت انه تقعد بالبيت ما تتحرك ما تلعب رياضه، زاد التوتر بحياتها، بلشت تظهر الاعراض. دكتوره هل من الممكن ان المريضه تكون تعالجت من تكيس المبايض ويرجع لها التكيس من جديد؟ هو هذا المشكلة الإشكالية فهم المريضة للموضوع. مرض تكيس المبايض هو مرض طول العمر هو موجود، لكن أعراضها ممكن الأعراض تختفي على أنه المريضة بدأت تتعالج، اتبعت نمط حياة صحي، تختفي الأعراض، تنتظم الدورة، الشعرانية تخف، الحمل يصير، مشاكل التكيسات تبدي أنه ما تظهر الأعراض. لكن مع ما رجعت المريضة نمط الحياة السيء، ما التزمت بنمط الحياة الصحي، ترجع الأعراض تظهر مرة ثانية، مو أنه تتكرر الإصابة، لأن هو الإصابة طول العمر موجودة ومحتملة. بالضبط، لا هو موجودة. موجودة تبقى. يعني دكتورة لما تقولي نمط حياة صحي شو قصدك؟ يعني الأكل والرياضة؟ هو العلاج الأساسي، الركن الأساسي بعلاج التكيس المبايض هو موضوع نمط الحياة الصحي. نعم. من ناحية نمط الحياة الصحي يشمل نوعية التغذية، نمط الحركة، نسبة التوتر العالية بالحياة وضغوطات الحياة اللي دي تفرضها حياتنا الحالية. نعم. من ناحية الأكل المشكلة الأساسية أنه جسم مريضة التكيس ما يقدر يتحمل نسبة سكريات ونشويات عالية. المشكلة أنه عندها مشكلة تكيس المبايض هو حالة شبيهة كأنه بالميتابوليك سيندروم، في عدم تحسن مشكلة الهايبر انسولينيميا، انه الانسولين بالجسم حيبدي يرتفع هذا مما بلش انه الانسولين مرتفع بجسم المريضة يظهر مشاكل السمنة. نعم. وهي مشاكل السمنة تبدي انه تأثر يرتفع هرمون الاندروجين، هرمون الاندروجين مع ما ارتفع حلقة كلام دكتورة ان العوامل البيئية تأثر على الوراثة الموجودة للمصاب. طبعا هذا دكتورة ممكن توضحي لنا وللجمهور الفرق بين المبيض الطبيعي والمبيض المصاب بالتكيس؟ تمام. بالنسبة الصورة موجودة أمامكم، بالنسبة ممكن حتى توضحيها دكتورة على الشاشة. طيب الجهة اليمنى هذا المبيض الطبيعي، المبيض الطبيعي شهريا تبدي أنه في بويضة تبدي تنضج لحد ما أنه تكبر للحد اللي يصير حجم البويضة جاهز للتبويض. نعم. اللي هو يصير غالبا بمنتصف الشهر تبدي أنه هاي البويضة يصير عليها إباضة، من تصير الإباضة ممكن انه اذا كانت السيده متزوجه وصاير انه موضوع انه جاهزه للاخصاب يصير اخصاب ويصير حمل، ما صار. نعم. حمل هاي البويضه حتضمحل يعني تخرج مع الدوره. نعم. في حاله تكيس المبايض المشكله كالتالي، ارتفاع هرمون الاندروجين يوقف الاباضه، هاي المشكله انه تبدي البويضه ما تكبر. تبدي يعني يصير مشكله بنمو البويضه، فما تبدي تكبر، تبدي تتجمع شهريا كل البويضة على شكل كيس، حتى لو صار فيها إباضة ما حيصير عليها حمل، يعني غالبية. نعم. هاي يعني إما ما تكبر يا إما ما يصير إباضة. لهذا السبب النساء اللي عندهم تكيس مبايض عندهم صعوبة في الموضوع الحمل. صعوبة في الحمل بالضبط. نعم. فتبدي هاي شهريا تتجمع هاي الأكياس لحد ما أنه تظهر على نشوفها نحن على الإيكو على السونار على فحص السونار نشوفها أنه كأنه يسموها سلسلة اللؤلؤ أو حلقة اللؤلؤ على قشرة المبيض. المبيض الطبيعي يكون حجمه طبيعي حوالي 4 سنتيمتر، بالنسبة للمبيض اللي في أكياس متعددة يكون أضخم من المبيض الطبيعي، سماكة بقشرة المبيض وأكياس هيك نشوفها صغيرة. نعم. أنه هي مو كيس حقيقي، هو الإباضة اللي ما صار عليها. نعم. إباضة، الكيس من اللي ما صار ما كبران وما صار عليه إباضة. نعم. فهي المشكلة مريضة التكيس. نعم. آخر سؤال بسأله لك بالله، هل هو يعني ليه عمر معين التكيس ولا في أي عمر يعني؟
التكيس المبايض هو هاي الفترة من بلوغ الفتاة لحد أنه العمر اللي عشرينات ثلاثينات لحد ما أنه بالأربعينات تبدي كفاءة المبيض تقل، فأنه هذا مشاكل التكيس ما تكون واضحة. بس هذا الفترة بالذات قبل ال 18 سنة صعب أنه جدا تشخص موضوع تكيس يعني المبيض. 18 سنة للأربعين تقريبا. قبل ال 18 ممكن هي في أعراضها، بس ممكن أنه موضوع التكيسات على السونر صعب أنه جدا تشخصها، ممكن أنه هو الحالة الطبيعية تكون شكلها على السونر هذا التشخيص. بس غالبا هذا العمر، هذا العمر العمر اللي child bearing age. طيب دكتورة آخر سؤال بنسأله لحضرتك، لو مثلا بالنسبة لموضوع العلاج، دائما النساء أغلبهم يعني يمشي في بالهم أن تكيس مبايض معناها أنا بنخش عملية جراحية، هل هذه المعلومة صحيحة أنه ما ينحلش مثلا بعلاجات دوائية، لازم عملية جراحية؟ بالنسبة للعلاج، العلاج لازم المريضة تخلي ببالها أنه ما في علاج أو كيور تام، أنه حتاخذ علاج حتشفى. نعم. عندها المريضة هذا التصور الخاطئ أنه في علاج أنه يخليها تشفى نهائيا. يعني مفيش حل جذري يعني. في حل جذري. العلاج الأساسي هو تغيير نمط الحياة، ممكن احنا نعالج. العلاج الأساسي هو بيدين المريضة. نعم. يعني ما ممكن تجي للطبيب يغير لها نمط حياتها، هي لازم تتبنى نمط حياة صحي. نمط حياة صحي اللي يشمل نمط الأكل، الرياضة، بعيدا عن التوتر ممكن احنا نساعدها. المشكله انه في عده اعراض، احنا نعالج الاعراض. مثلا المريضه اللي تجي عندها مشكله عدم انتظام الطمث، نحن نبدي نعالج هذا الامر، نخلي دورتها تكون منتظمه. المريضه اللي تجي للعياده تشتكي من مرض من العقم، انه ما يصير لها اطفال، نبدي نحن نعالج هذا الامر، نشتغل على هذا الامر. المريضه اللي عندها مثلا مشاكل جماليه، مشاكل الشعر وحب الشباب، يحتاج انه نحن نعالج على هذا الاساس. يبقى انه نحن الاساس بالعلاج انه نحاول المريضه تساعدها الوقاية من مضاعفات تكيس المبايض اللي بالمستقبل. لكن حيكون في تدخلات دكتورة، تدخلات دوائية طبعا، في علاج دوائي. نعم. في أسوأ الأحوال، أسوأ حالات العقم، ممكن أنه نستوجب علاج جراحي، بس غالبيتهم يمشي أمرهم بدون العلاج الدوائي، بدون التدخل الجراحي. نعم.